ها قولي انت. اسمي نجات. اهلا يا نجات اتفضلي. هو ازاي انتحرت الملكة كليوباترا السابعة وحليفها انطونيوس؟ شوفي لما المعركة اللي قال عليها الاستاذ معركة اكتيوم وانتصر فيها اكتافيوس على مارك انتوني غلبه، فكليوباترا كانت لئيمة قوي، قالت ان انا عايزة لازم اضحك على اكتافيوس عشان يمكن يحبها هو كمان، لان هي كانت عندها تطلعات تحكم العالم كله باسم مصر، يعني هي كانت يونانية لكن كانت مصرية صميمة. فقامت بعت رسالة خبيثة لمارك انتوني قالوا له ان كليوباترا ماتت، فقام ضرب نفسه بسكينة لكن ما ماتش. فما راحت كليوباترا لأكتافيوس بتعمل له حركات، التاني معبرهاش وصمم انه لازم ياخدها اسيرة الى روما. فهي لما لقت الحكاية دي قالوا لها ان مارك انتوني لسه عايش، راحت له بقى تاني، وبيقال ان هم اتدفنوا مع بعض في مكان ما في مصر.